تعرف حبائي، جاء المسيح وتكلم عن السلام، وفي مرة من جبل الزيتون بكى رثى على أورشليم قال: لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك. مدينة السلام لم تعرف، لم تعلم ما لسلامها، يعني لخيرها. رئيس السلام موجود في وسطها لكن ما عرفت السلام للأسف. وكم من المرات أحبائي يسوع بمر في حياتك من خلال كلمة، من خلال برنامج، من خلال عظة، من خلال رسالة، من خلال جملة، وعم بكلمك وانت عم بترد ظهر معاند للرب. أبناء الله يدعون، أنا بصلي اليوم إنه فعلا مثل ما صلى بولس: وليملك في قلوبكم سلام الله. هذا السلام يملك في قلبك وفي حياتك أيضا. ومثل ما تكلم لكنيسة فيليبي: وسلام الله الذي يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فإذا خطة الله للإنسان خلاص وسلام، وإرادة الرب ومخطط الرب لكل واحد أنه يتمتع بسلام، كما قال في نبوة إرمياء: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. أنا بصلي اليوم أنك تتمتع بسلام المسيح اللي بيفوق كل وصف وكل تخيل في حياتك، يغمر حياتك أنت وبيتك، تعيش في سلام.